رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير والورد لكل الحلوين اللي قاعدين يتابعونا. بلشنا حلقتنا اليوم راح تبلش معنا اتصالاتنا ومشاركاتنا اكيد وتحياتكم واهداءاتكم واغانيكم والعابكم كلها راح تكون معنا من خلال برنامج استديو الابطال. طبعا تواصل من الساعه 3 لغايه الساعه 4 لا تطفكم ولا دقيقه ولا لحظه. طبعا دائما في برنامج استديو الابطال نتكلم عن موضوع حلقه ونتكلم عن شيء احنا شفناه وعاده انا اللي اتكلم عن هالشيء. اليوم كنت موجودة في أحد الأماكن تخص الحيوانات عزكم الله، فمر علي شي كلب حلو متختخ، فقاعد أسأل إن الشخص اللي جايبه قاعد أقول له هذا كل يوم تجيبون تسبحونه؟ يقول إيه كل يوم كل يوم يجي صبح سوي سبح حق هذا الكلب. طبعا الموضوع مو المشكلة إنه هو كل يوم قاعد يبي يسبحه، لا نظافة زينة إنه إذا عندك بالبيت كلب إنك أنت تسبحه، بس المشكلة إن سباحة الكلب هذا تكلف في اليوم الواحد 40 دينار، يعني ما يعادل 1200 دينار في الشهر. فاللي عندك 1200 تصرفهم يعني عليكم بالعافية، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، تتهنى فيهم. بس يعني بدل ما تسبح كلبك كل يوم زين، يعني زين لا يعني تبرع فيهم. في ناس مو لاقية تاكل، في ناس كيس الخبز هذا اللي إيه يقولون، في ناس الحين مشاعل أنت قاعد تبالغين بالكلام، في ناس ما عندهم كيس خبز ياكلون، في ناس ثلاجاتهم فاضيه. يعني انا قلت مو بنصح، يعني هو قال لي هذا كل يوم يجي يسبح، انا احس ان انا صعقت، يعني انا مخي صار سبح، يعني قاعد افكر انا. فعليك بالعافيه، عندك تتهنى بفلوسك ان شاء الله، بس اذا عندك فلوس ان انت يعني تسبح كل، يعني يا ريت يكون عندك فلوس بعد تتبرع فيهم حق فقار. يعني هذه نصيحه يعني منا، فيعني 1200 بالشهر يعني وايد معاش حلو. الناس اللي كبار قاعد يطالعوني يقولون يا هاني الكلب هذا اللي يصرفون عليه 1200، لا هذا بس سباحته، ترى هذا غير اكله، غير ان الكلب عنده غرفه نوم خاصه فيه. يقول لي هذا سمسين بكى، عنده غرفه سمسين بكى، فيعني الكلب عنده غرفه نوم يعني خاصه فيه، كل شهر يودون الطبيب. في ناس يعني حتى مو لاقينها تتعالج يعني فعلا، فكل شهر يودون الطبيب يعالجونه يشيكون عليه ويسبحونه كل يوم ب40 دينار. اذا صار بالكلب شيء شغل يا جماعه، ترى انا بس قاعد اقول السالفه. فيعني نصيحه هذه للناس اللي يحبون تربيه الحيوانات. وطبعا اذا عندكم حيوان عزكم الله لا تدخلون البيت، لان خصوصا الكلب يعني انه ما يصير موجود بالبيت، لان قاعد يقولوا لي انه مو زين. فخلنا نبلش حلقتنا، اذكركم بطرق المشاركه. اللي انقهر عادي خليك مقهور لنهايه الحلقه، ما في مشكله. 1200 دينار بالشهر، انت خليك قاعد تاخذ 500 دينار 600 دينار. يلا طرق المشاركه في برنامج استديو الابطال، دز سين او اس للمشاركه في برنامجنا، دز اس ام اس يدقون عليك على طول، ما يقصرون. امين ماجد فاطمه موجودين على طول معنا. وايضا اللي حاب يتواصل معنا من خلال تويتر @ابطال_ الراي. احس اليوم اني قاعد اتكلم بهدوء، ما قاعدة الصبح يمكن تسوي ريلاكس حق الإنسان. وطبعاً باكر عندهم جامعة، ذهبوا ملابسكم من الحين يا طلبة الجامعة، وذهبوا كشختكم، ما نبي عروس، رحنا جامعة ندرس، ما رايحين نحتفل، ما في عرس باكر الصبح، في جامعة دراسة، كتب دراسة منهج دكتور. فإن شاء الله يسهل عليكم، وإن شاء الله باكر أسولف لكم عن الأشياء اللي راح أشوفها بالجامعة. راح نأخذ اتصال ومشاركة معنا ونقول ألو. ودي استلم شي وقف. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا حلوه؟ الحمد لله زين، شلونك انت؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ منال. منال عاشت لساميه. منال منال، شنو مشاركتك؟ بغيت اسلم عليك حبيبه قلبي، واقول حق اخواني باك امتحانات موفقين ان شاء الله، الله يسهل عليهم يا رب. صح نسيت اقول حق الطلبه اللي عنده باك امتحانات، شدوا حيلكم الله يوفقكم ان شاء الله بعد. امين امين. واقول دوام مبروك ان شاء الله حق بنات الجامعه كلهم. ايه واواتي تغني. اذا قبل تروحين، عاده بما انك انت بالجامعه تنصدمين من الاشياء اللي تشوفينها بالجامعه اول أكيد. يوم الكشخه الاوفر، شعر كشه
رايحين حفلة صيف مو جامعة صح؟ فيعني صح يخففون يعني واحد راح يدرس. والله لو تشوفوني أنا راح تضحكون ضحك، حتى اللي يحبوني مو تشوفون شي كاشخة الصبح ماكو مكياج ماكو شيء، شعر كل شيء قاعدة من النوم داشة محضرة ونظارة، الله يعافي النظارة هذه اللي تستر علينا. فيعني هل واحد يروح يدرس؟ أنا عندي ثقة بنفسي كبيرة إن أنا لما أروح الجامعة أروح عادي من غير مكياج. في حين أوكي أكون خالصة حلقة ورايحة، فعشان كذي بعض البنات يقولون يعني شلون ما تحط المكياج وتكين كاشخة، فأكون خالصة من الحلقة وجاية الجامعة. منال عواشة أختش بتغني صح؟ إيه يلا عطينا عواشة. ألو عواشة. سلام عليكم. سلام عليكم. شلون شي حلوة؟ الحمد لله. غنيت؟ إيه. يلا. شلونك؟ زينة. غني. يلا غني. والله لا تغني. إيش الإسلام؟ الله إسهل الوطن. حكينا. قلنا. قلنا. بالحسن شلت كل. وطن قلم في خيرة ولحمة خامل خيرة خذ روحي ولا تخير حتى من تحسيرة. عواشة يعطيك العافية يا روحي. أيوة أنا كنت أبي أقول حق الدكتور يصرقوا حق عواشة. شنو عواشة؟ شنو حياتي؟ توجي تحياتك؟ يلا قولي. أمي أبوي حبيبتي. تحية كبيرة لك يا عواشة وشكرا على اتصالك ومشاركتك معنا يا الغالية ومع ألف سلامة. طبعا ذكرتني قبل شوي منال طلبة الابتدائي أتوقع المتوسطة والثانوية باكر امتحاناتكم، الله يسهل عليكم شدوا حيلكم. مثل ما أقول دائما فترة وتعدي، كلنا نمر بهالفترة خصوصا حتى طلبة الجامعة. طلبة الجامعة امتحاناتهم أصعب بس نقعد ندرس، لازم تقعدون تدرسون. اللي بيطلع اليوم ما منها فايدة طلعت اليوم، اقعد بالبيت ادرس وإن شاء الله الأسبوعين الجايين تخلص امتحاناتك وتطلع وتستانس. في ناس وايد راح تسافر فشدوا حيلكم والله يسهل عليكم إن شاء الله يا رب امتحاناتكم ودراستكم. ركزوا بالأشياء اللي كان مثلا الأستاذ مركز عليها أو المدرسة مركزة عليها وقالت لكم حفظوها، مثلا اللي عنده آية إذا امتحان تربية إسلامية أو غيره. في عندنا ساعات يعطونا آية من القرآن، في طلبة يقولون ما راح نحفظ إحنا أو شعر لأنه وايد، لا هذا أهم شيء، هذا أول شيء تحفظونه بعدين تحفظون الأشياء الباقية عشان تقول أنا على درجتين. أنا أتذكر أيام ما كانت على درجتين، أوكي درجتين أخذهم تضمنهم وحافظ شيء من القرآن أو حافظ بيت شعر حلو يفيدك في حياتك أحسن من ما تحفظ أو شيء ثاني. ولازم تدرسوا خصوصا مواد اللغة العربية وهذول وايد أشياء تفيدكم الابتدائي. الأشياء اللي تأخذونها بالابتدائي راح تروح عليكم تروح معاكم بالمتوسطة، بالمتوسطة بتروح معاكم بالثانوية. ما تتخرج من رابعة ثانوي إلا أنت مر عليك كل القواعد وكل الأشياء اللي أنت خذيتها بالابتدائي بالمتوسطة. فشدوا حيلكم من الحين عشان بعدين إن شاء الله مصيرين بالثانوية العامة وحابيكم تشيلوا الجامعة ما يصعب عليكم شيء. ناخذ اتصال آخر معنا ونقول ألو. ألو جود. نعم. سلام عليكم. عليكم السلام. باكر امتحانات. أنا باكر دوامات. جود. نعم. شنو امتحانك باكر؟ رياضيات. رياضيات؟ درستي؟ إيه. عدل؟ إيه. الله يسهل عليك يا رب. زين قولي لي تبي تلعبين؟ أو شنو هذا الصدى اللي بتلفونك؟ قاعد تسجلين صوت ولا؟ لا لا ما سجل صوت. أي شنو؟ سبيكر؟ لا مو سبيكر. كسمع صوتي. شنو هذا؟ شنو؟ خلاص راح راح الصوت. جود تبي تلعبين؟ تبي تغنين؟ تبي تجين تحياتك؟ تبين عندي سالفة شفتيها تبي تقولينها؟ ترى عادي. لا. يلا شو تبين؟ أمرك. تبي ألعب. حاضر من عيوني. راح نلعب الحين مع بعض. شوف اللعبة. سبونج بوب. ركزي بالصورة لعبة البازل. قاعد يفرش أسنانه أتوقع أو قاعد يتسبح. يلا وصليهم جد. ما
ايه اثنين اثنين لا اي سبعة اي سبعة اي موجودة حبيبي غيرها اف تسعة اف تسعة لا 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 اف اربعة اف اربعة صح بعد في هذا حرف ما شوفه سي سي سبعة سي سبعة سي سبعة صح يلا جد في هذا اللي على اليمين ما اشوف الحرف بس اشوف الصورة هي اثنين هي اثنين واخر واحدة خلاص جود تكملت هي شطورة يا جود جود نعم شاج فينا فوزينك ليش ضايق خلقك ولا شيء اكيد اكيد في احد مزعلك لا قولي لي اذا احد مزعلك اقول اسمه الحين على الهواء لا بس حبيبتي الله يسهل عليك امتحاناتك وتجي تحياتك لا بس بقول شيء قولي في واحدة بالانستغرام تقول ان انت مشاعل صح شلون في واحدة بالانستغرام تقول انت مشاعل صح والله العظيم ما عندي لا انستغرام ولا تويتر ولا فيسبوك كيفهم خلي يحطون الاسماء خلي يسوون معارض باسمي وانا مو موجوده قبل فتره معرض بحضور مشاعل اغلب البنات مساكين رايحين وانا ما ادري اصلا في معرض نفس هذا فما ادري ما ادري شنو اقول يعني الله يسامحكم بس هذا اللي اقوله اللي قاعد يسوي معرض يعني مع اني انا اقدر اقاضي واقدر يعني ارفع عليه قضيه بس انا ما احب المشاكل خلي كل واحد هو وضميره يسوي اللي هو يسويه سواء ان ياخذون اسمي بالانستغرام سواء بالفيسبوك سواء بتويتر هم يتحملون هالمسؤوليه وانا قاعد اقول على الهواء ان انا ما اتحمل مسؤوليه ولا كلمه تنكتب بتويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام كل واحد يبي ياخذ الاسم يعني ما عندك اسم ثاني او ما عندك اسم ثاني تحطينه غير اسمي الله يسامحكم ناخذ الحين مع بعض او نشوف الحين مع بعض هذا الفيديو كليب ونرجع لكم مره ثانيه أرواحنا لجلج ثمن حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن الكويت هي أمنا الكويت هي أرضنا ننفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا تحفظها لنا ما لنا غيرك وطن أرواحنا لجلج ثمن حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن الكويت هي أمنا الكويت هي أرضنا فضلك علينا يلي في حضنك دفينا وعلى أرضك ربينا أنت الحبيبة يا كويت يا كويت فضلك علينا يلي في حضنك دفينا وعلى
الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، نرفع يدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. غيرك انت يمل لنا يا كويت، عزك عزنا، نفخر باسمك كلنا داين على مر الزمن. غيرك انت يمل لنا الكويت، عزك عزنا، نفخر باسمك كلنا داين على مر الزمن. أكيد الله يحفظها لنا ديرتنا الحبيبة الكويت يا رب من كل شر وسوء. طبعا راح اكمل حلقتنا معاكم اصدقائي الحلوين، لكن نطرونا من بعد البريك. رجعنا لكم اصدقائي الحلوين من بعد البريك، وكلي معاكم حلقتنا، ونعطيني اتصالاتكم اكيد ومشاركاتكم، وتويتر ايضا @abtal_الراي، والانستغرام الخاص في البرنامج هو abtal_الراي، هذا هو الانستغرام الخاص فينا. قبل ان اخذ هالاتصال ابي اقول حق كل شخص قاعد يطلع يتمشى، دير بالكم على نفسكم من حوادث السيارات، لان صاير الحين في ناس وايد ما عندها حتى ضمير لما هي تدعم شخص انه توقف وتشوف هذا الشخص شنو صار فيه، او انه حتى تساعده. فدير بالكم على نفسكم، لان قاعد تصير وايد مشكلات نفس هذه، وايد ناس قاعد تسوي حوادث تدعم ناس وتمشي. فدير بالكم على نفسكم، الله يحفظكم ان شاء الله. طريق في سيارة قاعد تمشي بسرعة، لا تروحون، حاولوا تروحون من مكان ثاني، خصوصا الشباب الحلوين الصغار، الله يحفظكم ان شاء الله حق اهلكم ويخليكم. دير بالكم على نفسكم، يعني في اشياء انتم قاعد تسوونها على بنا ان انا واو انا اللي اقدر اخطر الشارع وانا اخذ سريع، ترى السياره عمرها ما تقشمر. في ناس بعضهم عندهم ضعف نظر، يعني قدامك وكنت على بالك انهم شايفينك هم مو شايفينك. في واحد ممكن يدعمك وضميره، يعني ضميره ما يأنب حتى 1% انه هو ينزل يسعفك. في ناس راح تشوفك راح تطالعك بس، حتى ما تشيلك تحطك بالسياره وتوديك. حتى اللي تهاوشون، شباب يتهاوشون، او حتى الحين قاعد تشوف صغار 10 سنين يتهاوش، ويعني ما بيقول بعد شنو اشوف معاهم. فديروا بالكم، يعني انت مو رامبو، الديره هذه فيها قانون، يعني حتى لو انت رحت يبونك. فديروا بالكم على نفسكم، فديروا بالكم اللي قاعد يشوف الاكشن وهذا اللي انا واو الحين انا صرت كبير وانا راح اطلع، يعني هدوا، لان الدنيا حلوه، الدنيا سعيده، نستانس فيها، نطلع فيها، نعيش ايام حلوه، نتفائل. قضوا اوقاتكم باشياء ممكن تستفيدون منها، قضوا اوقاتكم باشياء زينه، لا تخلون اصدقاء السوء يسحبونكم الى طريق السوء، لان في وايد اصدقاء هم مو قادرين يسوون الشيء اللي انت قاعد تسويه، فيبون يسحبونك انت معهم عشان تنزل المستوى اللي هم نازلين فيه. فلما انت تكون انسان واعي من صغرك، انت تكون طفل ذكي فاهم، انا اعرف وين مصلحتي، انا اعرف شو الشيء اللي لازم اسويه، انا لازم ما اسمع كلام اي احد يقول اي كلمه، اسمع كلام امك، اسمع كلام ابوك، اسمع كلام اهلك اللي اكبر منك، لان هم اللي يحبونك من قلب. لان انت لما تتعب ولا يصير فيك شيء صدقني اهلك اول ناس راح يكونوا واقفين معك، اول ناس راح يكونوا زعلانين على الشيء اللي انت راح يصير فيك. فلا تقول ابوي ما يبيني اسوي شيء، ابوك ما يبيك تسوي شيء، لان ابوك خايف عليك، لان ابوك اكبر منك، لان ابوك مر باشياء انت ما مريت فيها. فيا ريت يعني هذا الكلام اللي قاعد اقول لكم اياه الحين ما راح تفهمونه عدل الحين، لما تكبرون يصير عندكم عيال بعدين راح تفهمون شنو كان قصد ابوك ولا امك. فهذه كانت نصيحه مني من قلبي، لان كل يوم قاعد نسمع عن اشياء يعني ما يعلم فيها الا رب العالمين، والحمد لله على كل حال. يلا ناخذ اتصال معانا ونقول الو. اسايل الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك اسايل؟ الحمد لله طيبه. اسايل شنو مشاركتك؟ ايه شنو مشاركتك؟ تبي تلعبين؟ ايوه حاضر، من عيوني راح نلعب. اقول لك شيء مشاعل. قولي حبيبه قلبي. أنا معجبة بستايلك. Thank you حبيبة قلبي، شكرا.
حياتي. يلا أسايل أنت راح تكون الاتصال الأول معنا في اللعبة، وعندنا الحين الاتصال الثاني راح ناخذه معنا ونقول ألو يا نوف. نوف هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون زينة؟ الحمد لله حبيبي. يلا راح تلعبين يا نوف أنت وأسايل. أوكي أوكي. شلون معلوماتك نوف؟ أوكي ولا؟ أوكي. يلا خلينا نشوف مع بعض اللعبة على الشاشة. يلا لعبة سيارات أصايل. السؤال الأول عندك، تقع الكويت في قارة آسيا صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو يا أصايل. ننتقل الحين حق نوف. نوف تقع فرنسا في قارة أوروبا صح ولا غلط؟ صح. صح، عافية عليك. أصايل أصغر قارة هي أستراليا صح ولا غلط؟ صح. صح صح، برافو. سيارتك راح تمشي خطوة. يلا سيارتك وين راح الحين؟ نوف. نوف خليكم على الصوت. نوف نعم. يلا الدولفين من الثدييات صح او غلط؟ صح. صح، برافو عليكم يا بنات. السؤال الاخير لأصايل. أصايل اللون الاخضر هو لون الوقوف في إشارة المرور صح ولا غلط؟ غلط. غلط، يعني إجابتك صحيحة، برافو تعديتي. الحين عندنا سؤال لنوف. نوف نعم. النمر من الحيوانات الأليفة. خطأ. خطأ، برافو عليك شاطرة، إجابتك صحيحة لأن النمر من الحيوانات المفترسة. عافية عليكم يا بنات، ثنتيكم فزتوا معنا، ثنتيكم كانت معلوماتكم جيدة جدا، شكرا على اتصالكم وتواصلكم معنا. نعم 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 نعم. ابغى اهدي اهداء. انت منو اول شيء؟ نوف؟ أصايل. أصايل، يلا قولي حبيبتي تحياتي. أصايل. يلا قولي حبيبي. اهدي لامي وابوي. ايه. وبنات خالاتي وبنات عماتي، سوف اصور فيها. حبيبتي تحية كبيرة ليش، وتحية كبيرة حق كل اللي ذكرتي أسماءهم من لحظات. شكرا يا حبيبة قلبي، مع ألف سلامة. ناخذ اتصال آخر معنا ونقول ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ فاطمة. فاطمة شلونك يا فاطمة؟ تمام الحمد لله. أنت فاطمة رشود؟ إي. أول مرة أعرف أحد من صوتها، على غير عادة فيني يعني. فاطمة شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ زين الحمد لله حبيبه قلبي. قولي لي باكر شنو امتحانك؟ تربيه اسلاميه. تربيه اسلاميه، الله يسهل عليك ان شاء الله. شلونك بامتحان التربيه الاسلاميه؟ اوكي. اي الحمد لله يا رب العالمين، يعني كان من افضل الامتحانات اللي كنا نمتحنهم، واقل من امتياز ترى ما ارضى، خصوصا في ماده التربيه الاسلاميه. اوكي اوكي حبيبي. تبي تلعبين؟ ودي تحياتي. يلا قولي تحياتك. حقك انت عبد الله. اي. حق اختك هبه. حق فاطمة. حق منو؟ اختي تهبة. اي. وحق فاطمة مال الله. اي. حق امي وابوي واخوي. اي. وسبيت شوفات عواطف وبسينة. وام اهلي. اي. وحق سوسو منورة وطارق ويوسف. اي. ومريم. اي. ولولو. حبيبتي تحية كبيرة لك يا فاطمة. فاطمة تبي تلعبين؟ كيفك؟ انت كيفك؟ ودي عادي. يلا خلينا نلعب. يلا لعب فطومة. يلا فطومة اختاري رقم. واحد. واحد. هي شنو هذا؟ باندا. دبل باندا، صح، برافو عليك يا فطومة. فطوم نعم. تحبين تربية الحيوانات الأليفة في بيتكم؟ اي. شو تحبين اكثر شيء؟ ما ادري عادي. يعني لو احد يبي دب تربينه في بيتكم؟ دب؟ دب. يا ريت بس ما يصير. اي لانه ياكلنا. انا ارنب 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 يا دوب اشيله، اذا بعد هذا اللي شلته يعني. حبيبتي فطومة شكرا على اتصالك وتواصلك معنا يا الغالية، وان شاء الله يا رب نشوفك قريبا بعد انتهاء الامتحانات. شدي حيلك يا فطومة. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ أصال قحطاني. أصال شلونك يا الغالية؟
الحمد لله. اخبارك حبيبتي؟ زين الحمد لله يا رب العالمين. على كل حال يا حبيبه قلبي أسأل. حاب اقول لك انك منوره حيل حبيبتي. مشكوره واني احبك مره 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 حياتي. انا بعد احبك مره 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 مره. شوفوني اكثر منك حبيبتي. حبيبه قلبي قولي شنو مشاركتك. احب اودي تحياتي. اذا خلنا العاب ما حظ. اذا تشوف يمكن تفوزين تربح حظك. لا لا ما حظ. اوكي يلا وجه تحياتك على راحتك حبيبتي. اول شيء حق جروب عاشقه سعوله بالواد وحق جروب الساق عبود وحق محبوبه فروحه اي وحق دوسه وموسى وصقر وسلمى وحق مملكه وبسون وزهورة وعواس وبيون ومروي وفاتن ودوسم وسبيكة وفيوزة وبسومة وحيوتة وعهود العسيري وريمات وزنوبة وبتول وهمسة خجل وأضواء وريمة وشجان ولطيفة وروح الكراب وأنوسة. حبيبتي تحية كبيرة حق كل ذكرتين وتحية كبيرة لك يا سالقة حسان وشكرا على تسالج وتواصلك معنا وأيضا تحية كبيرة لكل أصدقاء البرنامج قاعد يتابعونا من وين ما كنتوا. أكيد ناطرين مشاركاتكم. اللي ما يقدر إنه يدق علينا يقدر يتواصل معنا من خلال تويتر. شفت انستغرام برنامجنا قاعد أطالع شيء ما في ولا صورة حقي ولا وحدة ولا وحدة. إن شاء الله لما يرجع عبد الله بسامي يحط لي صورة شيء صورة حلوة سلكم كتين. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. يا رب يا رب عفوا بس المتصل او المتصله يا رب كل يوم اكون بهالهدوء يا هادية. يلا الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معاي؟ لولو. عرفت لي سامي ايش اخبارك يا لولو؟ زين. من وين تكلميني؟ البيت. من وين؟ من البيت. من البيت. لا حبيبتي انا اقصد وين تكلميني يعني الايدي. حياتي انت يا لولو. حبيبتي لولو من الكويت تكلمينا؟ ايه. اوكي يعني باش عندك امتحانات؟ ايه. شنو امتحانك؟ علوم. الله يسهل عليك. شلون العلوم؟ زين ولا صعب؟ زين. انت لولو خالد؟ ايه. خدانا خالد؟ لا. اوكي يعني في عندنا اثنين لولو خالد صح؟ عندنا لولو إيه؟ خالد اللي هي خدانا خالد وعندنا انت لولو خالد بعد صح؟ وانا عندي خدانا خالد بعد؟ ايه. تصورون حق بعض؟ حبيبتي اكيد تحيه كبيره لك ولاختك وتحيه كبيره حق دانا ولولو عبير وشروقه كل اسرتهم الكريمه. وايضا انت تحيه كبيره حق كل اسرتك الكريمه. لولو تبي تلعبين؟ تبي توجهين تحياتك؟ تبي تغنين؟ شو تبين؟ ابي يلا. حاضر من عيوني. يلا مع بعض نشوف اللعبه. يلا كوني سريعه واختاري رقم. خمسه. خمسه. Yes. خمسة. نوع من أنواع الحيوانات اللي تطير عزكم الله. اثنين. اثنين. لغزك يقول ترى كل شيء وليس لها عيون فما هي؟ إذا ما عرفتيها قولي باس. 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 يلا رقم غيره. واحد. واحد. غني بسرعة. باس. باس. رقم غيره. ستة. ستة. Oh no. غيرة. ثلاثة. ثلاثة. الله عليك يا كبيرة يا لولو. شنو هذا؟ طير. عصفور. شو اسمه؟ عصفور. شو اسمه؟ عصفور. لا 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 قولي شي نفسي. عصفور. 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 ايوه شكرا يا حبيبه قلبي على اتصالك وتواصلك معنا وعيش بالعافيه. الهديه اصدقاء الحبيب كم حلقه معاكم دنيا الغابه راح تكون موجوده معنا لكن من بعد البريك. رجعنا لكم اصدقائي الحلوين من بعد البريك. راح اروح الحين مع بعض ونشوف كليله ودمنه شنو عندهم في دنيا الغابه ونرجع لكم مره ثانيه. تابعونا. لقد بهرتني يا بيدبا بما رويته لي عما فعلته الغزالة. ألهذا الحد يصل إخلاصها ووفاؤها بالعهد؟ بأن تترك صغارها وتذهب لتقدم نفسها للنمر حتى لا تكون سببا في هلاك الحمل؟
إن الإخلاص والوفاء بالعهد صفات أقرتها الأديان السماوية ودعا إليها كل الأنبياء والرسل، ولو وجدت هذه الأخلاق بين البشر لاختفت كل الحروب وعاش الكون كله في سلام وأمان. صدقت يا بيدبة، ولكن احكي لي ماذا فعلت الغزالة بعد ذلك؟ سارت الغزالة في طريقها إلى النمر وهي حزينة، وفجأة ظهر أمامها دمنة حكيم أسد الغابة، فوجدها حزينة فقال لها: إلى أين يا أختي الغزالة؟ إلى نمر الغابة. نمر الغابة؟ لماذا؟ إنه يريد أن يأكلني. أمن أجل ذلك أنت ذاهبة إليه؟ نعم. كم أنت صغيرة العقل أيتها الغزالة، أتذهبين بنفسك إلى هذا الوحش كي يفترسك؟ يا سيدي، إن وعد الحر دين علي، وقد وعدته أن أعود إليه بعد أن أطعم صغاري وأرتب لهؤلاء معاشهم، وأنا لن أخلف وعدي للنمر مهما حدث. هذا شيء لا يصدقه عقل. ها، ولماذا يا دمنة؟ لأن النمر من أشرس خلق الله، لا يعرف وعوداً أو عهوداً ولا مروءة عنده، فكيف تركك تفلتين من يده هكذا وتذهبين إلى صغارك؟ لقد ضمن الحمل عودتي، فإذا لم أبر بوعدي أكل الحمل المسكين. أتظنين أنه سيتركه من بعدك مهما بررت بوعدك؟ أنا على الوفاء بالعهد وليكن ما يكون. اسمعي أيتها الحمقاء، إن الوفاء بالعهد شيء مطلوب ومرغوب، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أو أذى. ما دام الأمر كذلك فسأعود إلى أطفال الصغار، ولتتحمل أنت المسؤولية. مع السلامة، وسأذهب أنا إلى النمر لأخلص منه الحمل، فليساعدني الله على ذلك. عادت في سرور وابتسام، تمشي الهوينة في سلام. عادت في سرور وابتسام، تمشي الهوينة في سلام. المولى رعاها وحماها، ومن الأشرار أنجاها، وعادت أفراح الأيام. عادت في سرور وسلام. اطمئن يا سيدي النمر، فإن هي إلا دقائق وتخرج من هذه الشبكة وتجري في الغابة كيفما تشاء. أسرع أيها الفار المخلص، أسرع قبل أن يدركني الصياد. أسناني تؤلمني يا سيدي لأن الحبال متينة، ولابد أن أرتاح بعض الوقت من التعب، أنا تعبت جدا. خلصني، خلصني أولا ثم خذ قسطا وفيرا من الراحة كما تشاء. أسرع أسرع أيها الصديق. ما هذا؟ ما الذي جرى للنمر أيها الفأر؟ كما ترى يا سيدي وقع في الشرك وأنا أحاول إخراجه منه، لكن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل، وقد يحضر فيه الصياد ويأخذه معه إلى حيث شاء. أتوسل إليك يا دمنة أن تفكر في طريقة سريعة تخرجني بها في الحال. هيا. على شرط واحد. ليس هذا وقته يا دمنة. إذن أنت حر ولا داعي للتعب. أخرجني يا دمنة ولك ما تريد. على شرط أن تعفو عن الحمل. ولك ما شرط. هيا أنقذني يا دمنة قبل فوات الأوان. تستطيع الخروج.
أما أنت فلا بد من قتلك، لا بد. ولما يا سيدي تقتلني وقد بذلت كل هذا الجهد من أجل إنقاذك أنت؟ لأنني تشائمت من وجهك التعس، فلولا أنني رأيتك أيها الفأر ما كنت وقعت في شباك الصياد. يا سيدي النمر، إن الشؤم عند التشاؤم، وهذا أمر منهي عنه، وثق أن هذا الفأر المسكين لا ذنب له فيما حدث، بل إنه وقف بجانبك في محنتك وبذل كل ما في وسعه، فلا تقابل الإحسان إلا بالإحسان. حتى أنت أيها الصلوك تسمح لنفسك بأن تنصحني؟ اغرب عن وجهي، وإلا قتلتك أنت الآخر. ألا تعرف من تخاطب؟ أنا النمر. معذرة يا سيدي، لقد أخطأت ولن يتكرر هذا الخطأ مرة ثانية. إلي فورا بالحمل، فإني جائع ولا بد بعد هذا العناء بوجبة دسمة. هيا أسرع. أمر سيدي برهة صغيرة، وأعود إليك بالحمل. أيها الحمل، أيها الحمل، أهرب من هذا المكان، فإن النمر ينوي الفتك بك. أهرب بسرعة. كيف يحدث هذا؟ ألم تأتي الغزالة التي ضمنت عودتها بعد أن تطعم صغارها؟ لا أيها الحمل المسكين، لا. إذن سيأكلني لا محالة. يا أخي أنجو بنفسك، فقد نجت الغزالة منه. أتريدني ألا أفي بوعدي يا دمنة؟ لا لا لا، فإن الفتك بي أهون من أن أخون العهد ولا أفي بوعدي. إنك والله لا أحمق جاهل، وهل لأهل الغدر والأشرار عهودا أو وعودا؟ أي عهد هذا الذي تتمسك به؟ أتقتل نفسك بنفسك؟ أنا لا أريد أن أقتل نفسي، لكن ماذا أصنع الآن حتى أفلت من هذا الوحش؟ أخبرني. تعال معي أسرع. إلى أين يا دمنة؟ إلى أمك الشاة الطيبة، فإنها تعيش وحدها بين الجبلين. هيا بنا أسرع. وشوقاه إلى أمي وشوقاه. إن أيها الحمل، فهذه أمك على مقربة منا. هيا بنا قبل أن يدركنا النمر. لقد مضت بضعة شهور وأنا مهمومة أبحث عن ابن الحمل في كل مكان، وكم تعرضت للأخطار من أجله، ولكن قلبي يحدثني أن ولدي ما زال على قيد الحياة، وأننا سنلتقي وسنجتمع على الحب والحنان مرة أخرى. ولدك بخير أيتها الشاه الطيبة، اطمئني، فقد رأيته بعيني رأسي مع النمر الأخضر في شرق الغابة. وهل تظنين أنه سينجو من النمر الأخضر؟ لا أكتمك سراً أيتها الشاه، فقل من ينجو من النمر إلا إذا حدثت معجزة، وكان هناك بقية من عمر. لابد وأن أراه ولو كلفني ذلك ضياع عمري. إن ذلك هو عين الخطأ يا أختاه. ألا تعرفين شراسة النمر؟ وألا تدركين أن خسارة واحد أهون بكثير من خسارة اثنين؟ ها هو ابنك قد عاد، ها هو ابنك أيتها الشاه قد عاد إليك. أمي حبيبتي. والله يا بني ما كففت عن البحث عنك، كيف حالك يا ولدي؟ لقد كبرت وأصبحت جميلا، تعال في أحضاني أقبلك لتطفئ شوقي إليك ولهفتي عليك. هيا بنا نشرب من ماء النهر لنطفئ أشواق الفراق يا ولدي. حبيت الأم الخروف النعجة لما تقول حق والدها هيا نشرب من ماء النهر حتى نطفئ أشواق المجنون. حتى الجملة اللي سمعتها نسيتها. هنكمل حلقتنا معكم أصدقائي الحلوين، لكن نطرنا من بعدها لبريك.
أصدقائي الحلوين، من بعد البريك حبيت صورة دازيل إياها. شوفوها، مكتوب على هالصورة، الحين أقرأ لكم شنو مكتوب بس عشان تشوفونها. هذه الصورة مكتوب عليها: أنا لا أملك أي من الحسابات التالية، تويتر، فيسبوك، إنستغرام. والله حنين على حالي بعد عمري لدرجة الصورة. حبيبة قلبي وينها الروش، حبيبة قلبي مشكورة، أشكرك من كل قلبي على الصورة الجميلة. ليت تنشرون الصورة هذه عشان بس لا أحد يقول لنا ما أدري. أخبارك شعول، أنا أحبك مرة، وجه تحية لك العبود وفروحة همسة خجل وروح الكرار. أحب أصير من صديقات برنامج محبتك أماج. شرفنا يا حبيبة قلبي أماج تكوني صديقتنا. سلام شعول، كيفك؟ منور حياتي طبعا، ودائما وأبدا متابعة لكم بالتوفيق، وتحياتي لجميع صديقاتي. حبيبتي تحية كبيرة لك. أيضا هاي مشاعر وجه تحياتي حقك حق جروبك بالفيسبوك بالمريوم فيوزة ومهاوي، تحية كبيرة لهم، أكيد تحية كبيرة لك. سلام شعول الحلوة، أوجه أكبر تحية لك على الحلقة الرائعة بوجودك المتميز، يعطيك ألف عافية على كلامك الدرر، الله يحفظك. شكرا حبيبة قلبي. من كوكي تحية كبيرة لك يا كوكي، مساء الذوق والطيبة لأحلى وأغلى شعولة بالدنيا. تحية لكل صديقات البرنامج، تحية لأخوي حمني، أقول له ألف مبروك الملكة يا روحي من بسومة. ألف 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 مبروك، وإن شاء الله يا رب تشوفون عيال 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 عياله. قولي آمين يا بسومة، لأن الحين بسومة قاعد تابعنا. مساء جميل يا جميلة، فضلا لا أمر ممكن إذا عندك بن في البلاك بيري أبي. مرة أعلق على الكومنت هذا، كنت أحاكي صورته وأشتكي غيابه وأنثر دموعي وأقول إني نسيت، ما نسيت إلا حياتي في ذهابه، وإن بغيت أنسى صديت وبكيت. بسم الله عليكم الحزن والكلام اللي يجيب ضيقة الخلق، هذا يجيب لكم الزعل. أيضا تحياتي لشعولة وعبود وروح الكراري وشجن وآلاء بنت السودان وحوراء وفي اسم يم اسم زهورة بثون بنان سلطانة وحلا واختها سكون فاطمة من حوراء ضيف، تحية كبيرة لشي حوراء. ارفقوا بالوالدين وتحملوا كثرة كلامهم وانتقاداتهم المستمرة، فأنتم لا تعلمون بماذا يشعرون. فعلا أيد الكلام 100%. أيضا عندنا تتبير شعور تذكرين أن مرة لما كنت في الكاميرا الخفية، الله روحك حلوة ربي يحميك يا رمروم. شكرا حبيبة قلبي، ما كنت أدري، لو كنت أدري ما رحت كاميرا خفية. أيضا عندنا أنا لعيونها بس عيونها قلبي سراب، بدونها وعيني سراب، ما أقول عشقها بعقل مجنونها. إهداء لك شعولتي من لمسات إبداع. شكرا حبيبة قلبي. مشاعل، أجل إنها مشاعل التي لا مثيل لها، تلك الفتاة طيبة القلب ورقيقة المشاعر، إهداء إلى أجمل مشاعل من حنان إبراهيم. شكرا يا حبيبة قلبي وناسة. أيضا مساء الخير مشاعل، تحية لك والأخت تشهبة، ربي يوفق مريوم في الاختبارات ومسوس السلطنة، تحية كبيرة لها وشكرا حبيبة قلبي. أكيد هبة إذا كان قاعد تابعنا الحين تسلم عليكم بعد وايد. مرحبا شعور، شلونك؟ اجي اكبر تحيه لعبود واقول مشاقي له حيل ومتنور البرنامج، وتحيه لجروب عبود والبنات كلهم من مروه الامارات. ان شاء الله عن قريب يكون موجود، قريبا جدا راح يكون عبد الله موجود في البرنامج ان شاء الله يا رب، وكل اللي يحبونه ان شاء الله يستانسون برنامجه. ارفقوا بالوالدين، هذا قريناه قبل شوي. لبيه يا حسه ليا، قال لبيه يبرج روح ما لها خلق تبره، كلام كبير. شعوله يا روحي شلونك؟ ممكن رايك في يقولون سعيد ميلادها، رايتش همنا طبعا قاعد يقولوا يسألوني إن أشارك بالفنانة شجون الهاجري. طبعا أنا ما أقدر أعطي رأي بالفنانة شجون هذه كفنانة، يعني هي فنانة كبيرة ولا مدى طويل، بس أنا بتكلم على شجون الهاجري كإنسانة. هي إنسانة طيبة جدا ورائعة جدا وحنونة وأخلاقها عالية، وفي إحدى المرات التقت فيها والدتي في أحد الأماكن العامة، أم بس قالت شجون هي راحت لعند أمي وباست راسها، فأنا البنت هذه وايد أحبها، الله يحفظها إن شاء الله يوفقها وين ما كانت. أيضا سلام شعولة، بليز قولي شمخية والبطاشية، أموت وعارف شنو يعني البطاشية، دزولي اللي قاعد يدز. مساء الخير، إحنا كل عصر نتابعك وننتظرك على أحرم الجمر، الله يحفظك يا رب. رمروم من السعودية، شكرا حبيبة قلبي. أيضا عندنا مساء الورد، ليش ما تستقبلون في الاستوديو من عمر 20 وفوق؟ صدق نسميه استوديو الابطال ولا استوديو الكبار؟ بعدين اللي من 16 سنه او 17 سنه وفوق عندهم برنامج رايكم شباب، احبهم اصدقائي، الله يوفقهم ان شاء الله كل زملائي اللي موجودين في برنامج رايكم شباب. ايضا هلا شعور تحياتي لك، اي نسيت اقول لهم وجهوا لي قبل كم يوم تحيه وشكرا حق فطوم اللي سلمت علي، حبيبه قلبي فطوم ابو حمد.
ايضا هلا شعوله تحياتي لك اللي روح القرار فيوزه بسومه وحيوتها على الطفش شكلها وايد وبيبي باربي وخلاص ومنى وحبايبي صقر وموسى وسلمى ودوشة تحيه كبيره لهم اكيد. انا غضبت دقيقه فقد خسرت 60 ثانيه من السعاده. صح 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 شعوله الحلوه ما شاء الله عليها وعبود احبكم. انا بعد احبكم وايد. اي دزيلي دزيلي نكته اذا لا بس ما بيقولها خلاص هونت. كنت اقرا بعدين هونت خلاص شي ما بيقولها. لحظه خلينا نكمل الكومنتات. مجيدة السلام عليكم شاش مشكوره على نصيحتك وايد حلوه. الجامعه مكان للدراسه ما مكان لشيء ثاني. بتوفيق شعوله. انا نور من الامارات. فعلا 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 يا جماعه نشوف اشياء بالجامعه. بعدين خليك كلمه فيها في برنامجكم شباب. انا تكلمت عنها قبل سنه سنتين شنو كنت فرايكم شباب. مرحبا كيف شعوله. تحيه خاصه لعنود من المدينه المنوره تراني من امل لاف يو يا بنات. مساء الاخلاق الطيبه مساء الضحك الجميله نحبك موت من تحياتنا جروبك ومحبينك تحبكم العافيه ان شاء الله وين ما كنتوا الله يسعد قلبكم دنيا واخره يا رب العالمين. في كومنتات كثير بس انا مضطر ان انا اخذ اتصال. الو السلام عليكم يا سبيتشا. وعليكم السلام. شلونك يا حلوه؟ الحمد لله تمام. وانت شلونك؟ الحمد لله يا رب العالمين. سبيتشا باكر امتحانات ولا ما عندكم؟ عندكم اجازه؟ اي عندي. شنو اختبارك؟ كيمياء. كيمياء انت اي صف؟ اول ثانوي. اولى ثانوي الله يسهل عليك ان شاء الله. كيمياء كان عندي مدرسه اسمها استاذه اوديت يعني الله يطول بعمرها يعني كانت بروفيسوره في الكيمياء ف يعني كان الكيمياء سهله وحلوه فانا كنت علمي فالحمد لله رحت ادبي والله سهل كل شيء. سويتها هلا حبيبه قلبي تدري تحياتك اي حق منو حقيت بس احبك وايد ومتي حبيبتي حق عواطف وديت اقول لهم الله يوفقهم بالامتحانات اللهم امين حق بسون أصال قحطاني ودانا ولولو خالد وخالتي عذريه شروقة وراها خورية حق بتول إيه؟ حكي ربي حبيبتي تحية كبيرة لك الله يسهل عليك اختباراتك إن شاء الله وكل شخص عنده اختبار باكر الله يسهل عليه اختباره ووفقكم ان شاء الله يا رب دنيا واخره ويسعد قلوبكم ان شاء الله بنتيجه رائعه. شكرا على اتصالكم وتواصلكم معنا برغم ان عندكم امتحانات فهذا شيء اكيد نقدر لكم اياه. الحين كمل الكومنتات لنا. سام شعوله شلونك؟ انا احبك وايد وانا من اشد معجبينك من فطوم. شكرا فطوم. وحده كتبت لي او ميمي ايه وحده مشاعل اتحداك تقولي خمشت خشمي خمس خمشات قوليها خمس مرات. هذه سوالف ابوي. الله يطول بعمره. يلا خمشت خشمي خمس خمشات خمشت خشمي خمس خمشات خمشت خشمي خمس خمشات خمشت خشمي خمس خمشات خمشت خشمي خمس خمشات. هاها قلتها شطوره. شكرا شكرا اصدقائي خلف الكاميرات. يساء الحب وانت الحب وعنوانه من بريق الامل. شكرا يا حبيبه قلبي تحبكم العافيه. مساء الورد شعولتي شخبارك قلبي والله كل كلامك صح واتمنى اللي يسمعك يطبق احبك وايد شعولتي عبود متى يجي والله اشتقنا له من بيونه ان شاء الله يا رب العالمين عن قريب يعني ما اقدر اقول لكم باليوم الفلاني عبد الله يكون موجود وهو ما يكون موجود ما تدرون يمكن باكر يكون موجود معنا يلا مفاجاه بس ما ادري انا ما قلت يمكن يكون باكر موجود مو اكيد عشان تقول مشي عقالك بعدين لا مرحبا شلونكم؟ تمام الحمد لله. هلا شعول ان النقاش والجدال خاصة مع الجهلة خسارة بكل معنى الكلمة. جارت القمر من سلطنة. دائما الانسان يحاول يقول اللي عنده واللي قدامه اذا بياخذ الكلام ياخذه واذا ما بياخذه كيفه. يعني الواحد ينصح بعدين هو يبي يستفيد من الشيء اللي قدامه قاعد يقوله لا انا دائما اي احد من اصدقائي يقول لي كلمة او نصيحة احب ان انا اخذها بعين الاعتبار لان استفيد منها اقول فعلا الكلمة اللي قالوا لي اياها فعلا فادتني بشغلة فلانية يمكن هذا الشخص يفهم اكثر مني انا يمكن بهالنقطة يعني اكون غلطانة فالحلو الواحد انه يستفيد من غيره ويستفيد من تجارب غيره. سلام عليكم اخبارك ميش انت شيء جميل واحبك شكرا. الله اول مرة احد يقول لي ميش. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا دعواتكم صديقتنا مروج الراشد عنود تعبانه حيل تكفون ادعوا لها محتاجه دعواتكم تراني والامل الله يقومها بالسلامه. ويا رب ان شاء الله عن قريب تنزل لنا تويتر وتقول لنا ان هي ان شاء الله قامت بالسلامه. الشماخيه تحبك وايد
أنا بعد أحبها وايد. شنو يعني الثاني مش مخية البطاشية؟ لحظة ما أدري نسيتها شنو اسمها. خلاص كيفك شعل؟ وين عبد الله؟ عبد الله مسافر في إجازة، راح قرب تخلص إجازته وإن شاء الله يكون موجود معنا. شخبارك شعولات حياتي الهمسة خجل فتونة ترام أمل ريما من السعودية مراوي زهراء شمس الشارجة شجن أبهاوية صديقتكم روح الكرار، تحية كبيرة لك يا روح الكرار. أيضا في عندنا سلامي لخال محمد، اسمه محطوط اسم منو منو خال محمد ما ندري بس مو منه مكتوب فإحنا لازم نقول. أيضا عندنا هلا شعورة حياتي ليتش الأمك وأختك وصقر وموسى وسلمة وفيوزة وحيوتة وروح الكرار منى وخلاص وبسمة وحوراء من آلاء. تحية كبيرة لك آلاء، مرحبا كيف شعولة؟ أدول صديقتنا مروج، الله يقومها بالسلامة إن شاء الله يا رب، وأيضا يقوم أخي علاوي بالسلامة لأن أهم علاوي أخي تعبان بعد، فسلامتكم إن شاء الله يا رب من كل شر. من غلاك ودي أكتب على كفك قصيدة، الحبر موجود بس آخ كفك من قصيدة. عجبني عجبني. السلام عليكم، انا اسمي جوار من الامارات، احبكم وايد، تحبك العافيه حياتي. ناخذ اتصال معنا نقول الو روح الكرار. الو اين انت يا صديقتي؟ اني اناديك. يلا كفي يعني قولي بالكنترول، كفي 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 عندنا احنا انطلاق، كفي يعني اكمل. شعوله البطاشي قبيله في عمان، والله والنعم فيكم والنعم فيكم السموحة، يعني ما كنت أدري يعني عشان شي سألتكم. تكفين اقري رسالتي شعولة محمد الحربي، وين حبيبي رسالتك؟ وينها يا غالي؟ خلنا اقراها، وينها؟ مو موجودة، ما في يا محمد، دزها مرة ثانية وأوعدك الحين اقراها على الهواء محمد. يلا أيضا عندنا هلا شعولة سلامات ما أشوف شر على ومن آلاء ما شاء الله تبارك الرحمن عسريع حبايب قلبي، شكرا جزاكم الله خير. ايضا عندنا كن صديقه للجميع، القي التحيه وابتسم كثيرا ولا تدع حقدا لاحد في قلبك، وتذكر دائما ان الاخلاق هي الروح التي لا تموت بعد رحيل. فعلا 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 في ناس لما تموت نقول الله يرحمها والله كان والنعم فيها، وفي ناس نقول اهم الله يرحمه، لازم الواحد يقول الله يرحمها. المرحومه هند عبد الله كان خاصه ادعي على روحها طيبه، والله يرحمها الله يرحمها ان شاء الله يا رب العالمين. انا اسمي جواهر سعيد احبكم. ايضا لذين ما اشوف شر علاوي شكرا. هلا مشاعل انا عزاء من عمان، البرنامج حلو مشتاقين حق عبود وايد. طبعا محمد هذا عسر السرعه ها ها ها، تحيه كبيره لك على حيوت قلبي الاء. خلصت حلقتنا محمد الحربي، ما دزيت الكومنت ان شاء الله باكر نقرا الكومنت اللي انت دازه. خلصت حلقتنا ان شاء الله يا رب تكون حلقه عجبتكم، ونلقاكم في حلقه جديده من برنامج سد الابطال. باي باي. رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا. بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسأل ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأبطال أكيد.